أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية ليوم الأحد، حيث سادت أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة. كان الطقس مستقر بشكل عام باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية، حيث تكاثرت كمية من الغيوم الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر. يوم الاثنين يميل الطقس للاستقرار أكثر في عموم مناطق المملكة، مع استمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في عموم المناطق. يوم الثلاثاء تبقى درجات الحرارة حارة ومرتفعة في أغلب مناطق المملكة، تصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، تكون محدودة الطابع ومتفرقة بشكل عام. بالنسبة ليوم الأربعاء لا تغيير الحالة الجوية، تبقى درجات الحرارة مرتفعة، طقس حار إلى شديد الحرارة في أغلب مناطق المملكة، تتكاثر كميات من الغيوم الركامية خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، وتهطل زخات رعدية من الأمطار. يوم الخميس أيضا تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يكون الطقس مستقر وحار في باقي مناطق المملكة. يوم الجمعة يميل الطقس لاستقرار أكثر، لكن درجات الحرارة ستعرف المزيد من الارتفاع خاصة في المنطقة الشرقية ومنطقة حفر الباطن والمنطقة الوسطى، حيث تكون درجات الحرارة في منتصف الأربعينيات في عموم منطقة حفر الباطن الشرقية، منطقة الرياض وأيضا منطقة الربع الخالي، في حين تتراجع حدة الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية ويميل الطقس للاستقرار أكثر. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.